هل البرلمان الأوروبي والمؤسسات الغربية ألم تفطن حتى اليوم لأن الوضع تغير في مصر؟ يعني مهما تتحدث هذه المؤسسات الغربية عن ما يحدث داخل مصر، المواطن المصري هو شايف بعينه اللي بيحصل على أرض الواقع. حتى من يتحدث عن الصعوبات في مكاتب الشهر العقاري وهو بنفسه اللي بينزل صور على مواقع التواصل أنه عمل توكيل لفلان الفلان، ويعني إلى أن يصبح مرشح. خليني أقول لحضرتك، هي مقدمات المشهد على ما يبدو أنها أزعجت البعض. مقدمات المشهد زي ما حضرتك شفت ما لهاش تفسير تاني فعلا. يعني هي مقدمات المشهد بتاعنا، المشهد الواعي من الشعب المصري أزعج البعض. ويمكن زي ما حضرتك شفت، بمجرد إعلان السيد الرئيس عن ترشحه خرجت الجماهير مؤيدة له في الميادين، مجرد أن فتح باب التأييدات خرجت الجماهير وتدفقت على مراكز عمل التوكيلات وهي مراكز الشهر العقاري. فبالتالي هذا المشهد انا يعني احنا تعودنا عليه من البرلمان الاوروبي، وخلينا نقول ان البرلمان الاوروبي مش محايد بمثل هذه البيانات. احنا بنرفضه، بنقول لا تدخل. يمكن في الوقت اللي يمكن لسه حديث السيد الرئيس من كام يوم، احنا يمكن في الفتره الاخيره في خلال 9 سنوات يمكن شهدت السياسه الخارجيه المصريه نموذج ارادت مصر ان تعلم به الاخرين، نموذج السياسي اللي الكل متفق كان في البدايات لا ما فيش سياسه بتلعب كده، ما فيش سياسه بتقوم على المبادئ، ولا كل السياسه بتقوم على بعض المحاورات والمناورات. لا، السيد الرئيس يمكن حتى كانت في مداخلات بينه وبين السيد سامح شكري في اللقاء الاخير في حكايه وطن، ويمكن ارسى السيد الرئيس مبدا جديد في السياسه الخارجيه، السياسه الخارجيه القائمه على عدم التدخل في الشؤون الخارجيه، وفي نفس الوقت القائمه على المبادئ والاسس. زي ما بنقول احنا ايه، بنمارس سياسه باخلاق في وقت انعدم فيه الاخلاق. يعني هو واضح البرلمان الاوروبي والمؤسسات اللي على هذه الشاكله، يعني واضح ان هي حافظه، مش عايزه تغير. لا مش عايز اقول كده، لكن هي حافظه احنا كشعبيين. وخلينا اقول لحضرتك ما احنا يعني كل زي ما حضرتك اشرت، مع كل تطور ومتقدم وانجاز لازم كده يطلع الازعاج بتاعهم في صوره بيانات، واحنا بنرفضها وخلاص.